انضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ صالح النعامي. أستاذ صالح، أهلا بك. ما هي أبعاد وانعكاسات هذا اللقاء على القضية الفلسطينية؟ وهل هناك رؤية جديدة في التعامل بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس؟ أولا من السابق لأوان الحديث بالضبط عما دار في هذا اللقاء، لأنه ما ذكر اليوم وزير الاتصالات الإسرائيلي الدرزي أيوب قرر يعني يحمل الكثير من اللبس، وقد يشي بمضامين خطيرة لما جرى في هذا اللقاء. لأنه إذا قرر اليوم في مقابلة مع الإذاعة العبرية ريش الديد، قال إنه هذا اللقاء نتائج هذا اللقاء ستنعكس على الواقع بشكل عام في الشرق الأوسط، وهو اعتبر أن هذا اللقاء أفضل لقاء حضره شخصيا. طبعا يعني يقصد أنه كان لصالح يعني كان في صالح إسرائيل، وبالتالي من السابق لأوان الحديث بالضبط عما دار في هذا الحديث. ولكن واضح أنه أحد أهم القضايا التي بحثت في هذا الموضوع في هذا اللقاء هو قطاع غزة وكيفية التعاطي مع قطاع غزة، سيما بانه موقف نظام السيسي في الفتره الاخيره يعني تقاطع مع الموقف الاسرائيلي، الا انه تطابق مع الموقف الاسرائيلي فيما يتعلق في اليات التعاطي مع مساله التهدئه. لانه الاسرائيليين يقولون بشكل واضح وصريح بانه اي موقف يعرض نظام السيسي او ممثلي نظام السيسي على حركه حماس خلال سواء فيما يتعلق بموضوع المصالح او بموضوع مصالح الاهداف يتم اولا التوافق عليه مع اسرائيل، وبالتالي يعني طابع حراك نظام السيسي في الفتره القادمه هو ما سيمثل مؤشرا على طابع ما تم في هذا اللقاء. استاذ صالح، اللقاء ايضا له متابعات اعلاميه يعني قبل حدوثه، يعني الصحف العبريه اعلنت عن موعد اللقاء واعلنت ان هناك لقاء سيتم بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني وقائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي. هل هناك اي متابعات جديده حتى الان في الاعلام العبري حول هذا اللقاء ولو حتى تفاصيل خاصه به؟ لا يا سيدي، انا كما قلت واضح تماما ان المثيرات تكتم على طابع اللقاء، وانا اشرت هنا الى ما قال وزير حضر هذا اللقاء. نعم. ثم لو واضح تماما انه بسبب طابع ما تم بحث في اللقاء، الاسرائيليون على الاقل غير معنيين بالكشف عنهم وبكل تفاصيل، لكن واضح تماما انه هذا يندرج في اطار الشراكه الاستراتيجيه التي تربط نظام السيسي باسرائيل. هذه الشراكه تتجذر وتكرس، هناك علاقه مجامله لنظام السيسي يعني انجاز التعبير رد الجميع طبعا بشكل متواصل لحكومه اليمين المتطرفه التي ساعدته في تامين الشرعيه الدوليه لنظامه، وبالتالي هم يعني يحصلون على خدمات كبيره من نظام السيسي. وطبعا واضح تماما عندما يقول وزير اسرائيلي حضر اللقاء بانه هذا افضل اجتماع حضر على الاطلاق في طول حياته. نعم. هذا يدلل على طابع ما عرضه السيسي على نتنياهو خلال هذا اللقاء. المحلل السياسي الفلسطيني الاستاذ صالح النعامي، شكرا جزيلا لك.